اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اتش 120. النهارده في ختام سلسله حلقاتنا عن الرهبنه القبطيه بنجاوب على السؤال ايه تاثيرات ونتائج الرهبنه القبطيه. الرهبنه القبطيه كان ليها تاثيرات واسعه على الحياه المسيحيه بشكل عام وعلى الكنيسه القبطيه بشكل خاص. من الناحيه الروحيه، الرهبنه قدمت الصلوات المرفوعه من اجل العالم اجمع، فالرهبان مكرسين حياتهم للصلاة من أجل العالم أجمع. كمان الرهبانة قدمت لنا طريق منظم لحياة العفة، إلى جانب طبعا طريق الزواج المسيحي. كمان الرهبانة قدمت لنا نموذج لحياة الكمال المسيحي ممثل في حياة أباء الرهبانة الأوائل. من الناحية الإيمانية، كانت الرهبانة ولا تزال حصن للحفاظ على الإيمان ضد الهرطقات وفي أوقات الاضطهادات. فمثلا شفنا الأنبا أنطونيوس بيترك مغارته وبينزل الإسكندرية أكتر من مرة في فترة اضطهاد دقلديانوس وفي فترة هرطقة أريوس. كذلك كتابات الرهبنة مليانة بالدفاعيات، على سبيل المثال كتابات الأنبا شنودة رئيس المتوحدين ضد الهرطقات. كمان الرهبنة نظمت لنا أو طورت الطقوس الكنسية وقدمت لنا كتير من الكتب المستخدمة في الكنيسة زي كتب الأجبية وكتب القراءات. كمان نظمت الرهبنة القراءات اللي بتقال في مناسبات عديدة، على سبيل المثال قراءات أسبوع الآلام. من الناحية العملية، قدمت لنا الرهبنة القيادات الروحية للكنيسة من أباء كهنة وأساقفة وبطاركة. وأول من استعان بالرهبان في الرتب الأسقفية كان القديس البابا أثناسيوس الرسولي البطريرك العشرين، وبعدين أصبح التقليد في الكنيسة القبطية أن رتبة الأسقف ورتبة البطريرك تكون مختصة بالرهبان فقط. وأخيرا من الناحية الكرازية، يذكر لنا التاريخ أنه هناك 7 رهبان في القرن الخامس الميلادي ذهبوا من مصر إلى أيرلندا واسكتلندا وكرزوا بالمسيحية هناك وأسسوا مجموعة من الكنائس، ولازال هناك أثار ودلائل على هذه الزيارة موجودة وتأثيرات للفن القبطي في فن هذه الكنائس حتى اليوم. كمان في القرن السادس، وبسبب كتابة سيرة الأنبا أنطونيوس اللي كتبها البابا أثناسيوس الرسولي أثناء نفيه في إيطاليا في القرن الرابع، بيتأثر الأب الإيطالي بنديكت بسيرة الأنبا أنطونيوس وبسيرة الأنبا بخوميس أب الشركة، وبيأسس أول الرهبانات في أوروبا وبيضع لها نظام شركة له قواعد خاصة مشابهة للقواعد اللي وضعها الأنبا بخوميس أب الشركة، ولازال هذا النظام الرهباني متبع حتى الآن في كثير من الرهبانات الكاثوليكية حول العالم. وهي دي كانت سلسلة حلقاتنا عن الرهبنة القبطية. تقدروا تتابعونا وتتابعوا الحلقات اللي بنقدمها على اللينكات اللي ظهر على الشاشة. انتظرونا في حلقة قادمة من برنامج H120.